14 13 10 ثواني. قربوا هنا يا شباب. 5 4 3 2 1. كلنا رافعين اليوم لا بدون جرس. بدون جرس بدون ما يحتاج. 45 دقيقة والطبخة ما خلصت. لا 35. لا 45 35 وزودنا 10. زودنا 10 دقائق التوتال 45 والبيتزا ما يعني لو انها الحمد حاشي يمديها خلصت هي بيتزا يعني، ولكن الحمد لله على كل حال هذه يعني حياته المطبخ وهذه حياه الشباب يعني، وهذا يعني الفنيات اللي اكتسبوها من الفقره ومن ابو علي. لكن ان شاء الله اني اتمنى اذا وصلنا اليوم 60 انهم يخلصون قبل الوقت اللي ابو علي يعطيهم ونعوض الايام الاولى. عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده، خلوكم قريبين من الشاشه لا تروحون بعيد.